السلام عليكم حنوناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرح بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. وصفتنا ليا اليوم وصفة جد بسيطة وسهلة وسريعة لتبييض البشرة وكذلك إغلاق المسام. غادي نحتاجوا الجوج ديال المكونات فقط بدون أي تعقيدات، والمكونات تقريبا متوفرة بكل بيت أو متوفرة على الأقل يعني بأي بلاصة مشيتو غادي تقدروا انكم تشريوا هاد الحاجات هادو. البنات اللي كيبغيو يكونوا معايا بشكل يومي ونجاوب على اسئلتهم مباشره في البث المباشر، فكنرحب بكم على قناتنا روتينات حياتي. فقط كتبوا روتينات حياتي في بحث اليوتيوب، غادي تطلع لكم القناه، واشتركوا بها وفعلوا الجرس. كنكون معكم بشكل يومي ودائم باذن الله تعالى على الساعة 10 بتوقيت غرينتش بلس 1. هي قناة خاصة للنساء فقط، كنضحكوا فيها كنشطوا، يعني دخلوا القناة هي غتهضر لكم على راسها. فمكوناتنا جد بسيطة. غادي نحتاج اول مكون الى المايزينا او ما يسمى بنشا الذرة او الكورن فلاور. هاكو غادي ناخذ واحد الكمية بسيطة، داكشي اللي غادي يقدك الوجه ديالك او البنات اللي عندهم كذلك ديك المشكله ديال ان كيكون عندهم واحد السواد كيكون حول الفم، والسواد اللي كيكون لا حيدو ديك المنطقه ديال الشارب. هاد الوصفه هذه راها كتليق لكم. وطبعا غادي تستعملوا الياغورت اللي كيكون مسوس. انا طبعا كنشري هذا، كينفعني بزاف بالنسبه للوصفات. شفتوا يا البنات هذا كيكون دانون اللي كيكون مسوس، ما فيه ابدا لا اي اضافات، ما كيكون فيه مثلا لا سكر لا دهون لا حتى حاجه. بامكانك كذلك يعني تطيبي بيه ديري بيه اي حاجه، ولكن المهم كنشريه صراحه كينفعني بزاف بزاف في الوصفات. وبامكانكم تصوبوا به حتى تبريمات يا البنات، عرفتوا صوبت به تبريمات ولا اروع، يعني واحد الحاجه فنة. فشوفوا معايا الطريقة جد بسيطة، وهذه كذلك واحد الطريقة اللي غتعطي الوجه ديالكم واحد سبحان الله واحد الشباب. بمجرد انك ما غادي تحيدي هذا الماسك هذا غادي تلاحظي ان البشرة ديالك جد ناعمة، واحد الحاجة اللي هي فنة والطب ديال الطب. وكما كتشوفوا معايا وصفة ما محتاجة اي مجهود ابدا، وزوينة بزاف ما فيها حتى شي ريحة ما فيها حتى حاجة. غادي تخليها لمدة 20 دقيقة على الوجه ديالك، ثم غادي تغسلي بصابونة القمر. صابونة القمر غادي تلقاوها عندنا على القناة، فقط كتبي صابونة القمر إبداعات نهى للنواعم، لان كذلك كتصفي الوجه وكتغلق المسام. وبعد استعمالكم لهذه الوصفه غادي تلاحظوا فعلا ان الوجه ديالكم تصفى واللون ديالو اصبح افتح. فمن بعد بامكانكم ترطبوا بزيت جوز الهند. انا كنستعمل هذا النوع هذا، طبعا ماشي ضروري هذا النوع، يعني اي نوع متوفر عندكم غيره كان يكون زيت جوز طبيعي 100%. الا عندكم اي غزلات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تريدكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. وانا في انتظاركم ان شاء الله على الساعه 10 بتوقيت غرينتش بلس 1 باش نضحكوا مع بعضياتنا وتعطوني الاسئله، واكيد غادي نجاوبكم. راه كاع البنات اللي معايا كيجاوبوا ما شاء الله، وكنناقشوا حتى بعض الاسئله اللي كتكون محرجه وبعض المشاكل اي حاجه يعني تخطر على بالكم، فاكيد غادي تعجبكم باذن الله تعالى. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.